بديجا شنو؟ ديجا سرعاني بقى بابا. ولا وراجل؟ بن مول. واش اسمه راجل؟ عبد الرزاق بن مول. وكان يخدم في الفلاح. كان يخدم في الفلاح. ايوا. علاش قلت انت اتهمت اللي مدير السجن هو اللي قتلو؟ خاطر هو من الضربه هذيك المفاجاه هذيك كان يخدم لاباس عليه، ما عندهاش حتى تحاليل، حتى مرض مزمن، حتى شيء، لاباس عليه راجل، لاباس عليه. من الضربه هذيك هيك هو تدهورت حالته النفسي. هاو هزات السخانه نهز فيه للرزور السنين، في عام كامل من 2010 18 مات 2012 في جوان، في 29 جوان. قعد عام وتسعة شهور ولا عام وثمانية شهور بعد الضرب. وعلاش ضربوه؟ ما هو شفت هذايا نشيل راس لحية لي، هذايا الأرض هذي نتاع صلاحية ساكنين فيها. والأرض هذي قاعدة فارغة نتاع صلاحية، وإحنا عندنا أرضنا منغادي، بحذا اللي نشير منغادي. هاو تحب نمشي معاك ونوريه لك. أيوا. والهاو السيد هذا لو يعرفها معاك. بحذا اللي نشير منغادي، شفتوا وش القنطرة؟ إحنا كي توصل القنطرة تلقى أرضنا إحنا، أرض رميلي. نمشي يمشي يسرح فيها وزيتونا وكل شيء، هانك تفوت أرضنا متحادة بيناتنا ماجرة المية إحنا ولا صلاحية. نمشي العشية روح العشية ماخر قال لي هات نهزل عليه ريشات ونمشي نسرح به غاد شنو نعمل طلة تركتو ليحرتو نعمل طلة وانتي نظفي لهم بلاصت هكا هاو هزك العلي ريشات ومشي ما ثلاثة نتاع العشية بعد ما فقت من الخدمة قال لي عبي لي تابو زمي عبي تادي بي زمي كيما كاكا حتى تحت ومشي قلت له يا ودي ما تمشيش يا ودي هلا صلاحية وكان يشدوك تو يزولك العلي ريش ما حدش باش يضربوه ياك وقال لك دب من هنا هذا ثمتني عربي من تهبط الكيس من هنا دون ثمتني جديد تهبط الكيس ومن بعدش نمشي مع كيس كيس تلقى القطاط نمشي من هنا لعشي روح ما قعدش حتى ساعه ونص مع الخمسه ونص ومروح نعس عليه غادي قدام الدار نعس عليه قدام الدار والله هاي نوريك البلاصه هوني مقابل غاديك فين ضرب خلطت نطل عليه ركبت العشي ونطل عليه يروحش قابلني كي طل في الفج هذيك هاني نعطل تو قال السيد كي طل في الفج هقعدت نخزر وقال لك طل في جرته كاميون السجن الاصلاحي هقعدت نخزر فات خلطت عليه كاميون الاصلاحي في بالي بعد لها عبد الرزاق العلاليش من البلاصه من كيي من ثني في بالي باش يتعدى كاميون على روحه شويه طفح بس قدام هبطوا منها ربعه ثلاثه وين والمدير المدير هذا رمضان العيار هبطوا ومعاهم الكلب واحد شاد الكلب هكا وزوز يعبوا في طب سعبوا في العريش والمدير اللي وسع على بالك من الهبط لحكمه بالمصبط بالعصا بالمطرقة هات اش عندك وقت اللي حط الضربه هذيك اللي جات فيد قال لي عملت لي هكا قال لي الضربه هذيك كانت مش تقتلني قسمها العظمة كيما هكا قال لي يا خميس الضربه هذيك انا اسمي خميس واسمي خديجه قال لي الضربه هذيك كانت مش تقتلني هو عمل لي داك والضربه تجي من هنا تقسم لي دا في زوز وقت تقسمت لي دا في زوز سلم هذا هو الراجل ضامه بالضرب سلم وخلص عياته طب ماشي بعد عليهم شويه قد منه غاديك كيما كريتها طرت عجاجه كريت كان نحبس قدام ما ندريش على روحي نجري حكي حتى شلاكه طيشت ونجري تلاقيتني وعبد الرزاق بعد عليهم شوي قال لي جي ما تمشي لهمش ما تحدثتش معاه قال لي جي ما تمشي لهمش خليته وتعديت نجري للمدير قلت يا اخوي ما تهزليش انا في بالي ما ندريش عليه حتى ضربه ولا كسره ولا عمل حاجه قلت اخوي ما تهزليش العريش للحاكم اخوي لا تهز فيه اللي فيه من الفريير هما في حالتي باش نلحق ويخطوني للفريير خويا يرحم والدي خويا انا نتوسل لي قال لي حاج خويا في على يتير كي اللي بيك اللي كان راح يجي من نحلي كدي وكدي منك كلام قاله لي ما يتعودش حتى راجلي قعد معايا 25 سنه ما قالهوليش ومن ثمك هزك العريش وطار وخلاك العوان واقفين ثم وخلاني انا ثم قال عبد الرزاق هون ريتو ويدي هانا كسر يمشيش ينكر ولا حاجه هاني دي قسمت في زوز ريتو هذا العوان قالوا لي برش كي طونا نشهدوا معاك مشيت ام تغدوا ومشي وهزيت في مشوارها بات في سهلو بعد خمسة شهور ويدا في الزبس خمسة شهور ويدا في الزبس ويدا في الزبس من ساعتها وداه ولد حالته النفسيه بدات عنده السخان وهو يخدم راه متوظف في دارة الفلاحه مراقب اشغال نتاع البحيرات ونتاع السدود حتى من كهرباء عطينا على ويدو على السدود وعلى البحيرات وعلى كل حظاير متكلف بهم نتاع المعتمديه كان نتاع سواق وداه ولد حالته الصحيه هز في للارزونس هاي تطلع على السخانه من غير سبب هاي تطلع على السخانه من غير سبب ها والراجل هو كل يهز ومن حمصه تحمص حمصه كل نهار يقول لي نمشي لا نعرض فتنيا وقلت له نزله برك نزله من جنز تعشيني كيفاش ما نلقاش حقي كيفاش يضربني كيفاش قلنا ضربت راني توقفت كيف ياكل في بعض ماكل تعرف راجل ياكل في بعض خاطر راجلي راجل بتمع الكلمه مش هكا اللي هكا يقول بالراجل ما يحبش شكون يتعدى عليه ما يحبش ياك
في نحو للزبس في 2011 مارس 2011 وقعد هكا ما بيشي معناتها رجع للخدمة وما بيشي هكا مرة ان هي تطلع على السخانة نهزة مرة هكا مرة كيش بالموضوع يقول ساكر الموضوع ما عادش تجدي هو يراه راسي مشي ترشك ما عادش تجدي لي الموضوع هذا ما عادش تيجي يسمع حتى الكلام هذاك ياك هو قعد هكاك في 2000 في في منحة في مارس 2011 في الصيف بدات هكا نحس فيه حالته ضعف ونحس فيه كحيل ونحس فيه كاش بدات تنفخ يا ودي هاي مشي اعمل تحاليل وهاي نشوف يقول لي خليني هكاك خليني هكاك انا منزل الرزون شد تقول الزراقه يعملوا لها حاجه حتى لمارس 2012 كاش ولد قدك هزيت النفيذه اللي عندنا ثم طبيب اسمه هيك هزيت النفيذه نعدي عليه قال له طول امشي سهل اول طب انت ما فيكش انت ضربك بصفير في الكبد نتاعك وما شهالك هزيت سهله بايس بي 17 يوم في سهله ولا تعاد عند فخر قه فخر مرحلة ولت عند الغيبوبه قعدت بيه 17 يوم في سهله وروحت بيه ما كملش الشيرين وهز ربي نتاعي لا تصور تو هذه هي وقت ضربه مع الوريان ها هذه وقت اللي التصوير هذه شنو كيف كيف هذاك الضرب نتاع على ثر نتاع هذه اللي انا وقت اللي مكسور الكسره منه وهذيك في الضرب نتاع المطرق واضحه لا ومشيت عند حكم التحقيق مشيت للابحاث نيوراج وعطينا بحثنا وكل شيء قعدت على المكافحه نهار تمشي مشي كافح طاح في غيبوبه ما قلت لك عاد هو مشي كافح في ماي 2012 ولا في افريل كحاجه كيفك بعد ما بايست به وروح بعد ما بايست بجمعه 17 يوم بايس بعد ما بايست بجمعه ولا يطيح في غيبوبه نهار تنام باش نهز فيه للمكافحه نهار تصبح في غيبوبه اصغر ازوم شو السوسه طاح في غيبوبه ونمشي تمنيني لحكم التحقيق حكم التحقيق قال لي بكيت قلت له رو... اني بالحق اخذت امراه مخليها راجلة في حاله موت قلت له راني جيت معناتها قلت باش ما تدرقش وجهي وتقولوا انت ولي الحق علينا حنا نولوا ما جيناش للمكافحه خاطر نولوا حنا معناتها واحد قال لي لا انت لهني ضمان اجتماعي جايه تبكي مانيش ضمان اجتماعي وهكا كش علي الحاكم التحقيق انت عارف كل حمليتي ولا نقلوت ما عادش شوات اجي نلقاه السيد هو ثمي كاي كافحوني انا وياه حتى نايمه مسرع جات حضرة مرت الزوج مصر على اقوالها وحضر السيد ومصر على اقوالها هو ناقر جمل نكر خلاص وحتى معاه جاب ثلاثة اعترف بزوز برك واحد من تونس واحد من قفص واللي من هني من جهة سواق يقول فوزي بن صالح نحيه ما حطاش اللي هو معاه جمل وهو نعرف انا ومن هني من جهة سواق قال لي نايك نمشي نشهد نشهد باللي ريت الا ما يحطموا لي مستقبل يا يبطلوني من الخدمه يا يمشوا ينقلوني من هنا جبل السيد اتصل بي الولاد اللي معاه ثاني وطوش حكمه تو ما حكمه شيء كلمني كنهار نهار محامي قال لي مش النحايا القضيه ما حكمه فيها حتى شيء عديتها مش نعدي فيها مش نعاقب فيها عن بالي فينا باللي عديتها الاستئناف قالوا لي حكمنا فيها جنح خسرت فيها برشا انت شنو خسرت فيها برشا ما خسرت راجلي وخسرت عامين وهو في الطبيب ونايبها طبيب طالعة وكل شيء من عندي هو خسرت كل شيء وزدت خسرت هاني طوع القضية مشيت 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 وهاي طلعت ما حتى شيء ما ربحت فيها حتى شيء حتى خسائري ما رجعتش هو السيد كاين ما هوش هني لا جي أنا وكان جاني وكان قال حتى على راجلي هكا وقال لي حتى بسيط امل ولا راني غلطت اللي غالب سامحوني راني يمكن سامحت راه سامح راجلي اما ما طلش علي يتعدى من قدام الدار من هني وراجلي ملي تعرف ولا يتحلف فيها فيه مره اخرى والله هولي لا يبغى لا خلنا نتكلم لا شبين اخي هم ولادي انا امشي مش تحكي علي غصه مش بين ما خلى العيله في راسها انا حتى مش شايف روحها لا يربو تحتها والصغير حتى من قلت عند الحاكم ماشي وبخدمته في الفلاحة ومعروف ونظيف لا عنده حدا مرض لا عنده مشاكل لا عنده حتى شيء تولي كلين بالقصة تو ما قولين بالقصة هذه كلها واقفة عنده طيب من لهم هزيت لهم النسخ هزيت لهم كل شيء هزيت لهم الطبيب ما قالش من المرضى نتاعو مش من ما قالكش من هذاك ما قاليش ما قلتش ني ساعتها ما علاش كل مجنون نجري ما قلت له مش حتى راه ضربه المدير في المره الاولى في الطبيب العظام
معناتها قال لهم راني مضروب بكل شيء وحطوا له اعتداء بالعنف الشديد وكل شيء. وفي المرض الثاني كمشي يبيس بالبوسفير ما قلت لهمش. واضح يا سي وليد.